حدد النادي الاهلي يوم 2 ديسمبر القادم السفر للبرازيل لخوض معسكر مغلق في البرازيل استعدادا لخوض نهائيات كاس العالم للانديه للكره الطائره رجال، ولا تقام في البرازيل خلال فتره من 10 وحتى 15 ديسمبر العام الجاري. الجهاز الفني فريق كره الطائره كان اتفق مع مجلس اداره النادي الاهلي على خوض المعسكر التدريبي في البرازيل قبل انطلاق البطوله، وهيخوض بعض المباريات الوديه مع انديه برازيليه طبعا لتجهيز الفريق للبطوله اللي بيشارك فيها النادي الاهلي طبعا بصفته بطل قاره افريقيا. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ويقدر يقدم مستوى جيد في البطوله وتكون مشاركه قويه، لان الكره الطايره في مصر على مستوى افريقيا بتحقق نتائج كويسه، لكن في جاب كبير جدا بيننا وبين المشاركات طبعا العالميه. نتائجنا في الافريقيه مختلفه تماما عن نتائجنا في المشاركات العالميه. يمكن شفنا اخر حاجه اقرب حاجه منتخب الرجال طبعا كان في اولمبياد باريس 3 مباريات وزيرو اشواط، ما حققناش الفوز في اي شوط وخسرنا ال3 مباريات بنتائج كبيره كمان. نتمنى طبعا مشاركه قويه للنادي الاهلي في بطوله العالم للانديه رجال. كمان عندنا نادي الزمالك طبعا للسيدات بيشارك في بطوله العالم للانديه سيدات، وان شاء الله يحقق اداء جيد لاننا عارفين ان في فرق كبير كبير في المستوى مع الانديه المشاركه في البطوله.